بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال ورد إلينا من سيدة سين، بتقول إن هي في مشكلة عندها مع الزوج، إن هو بيبقى عنده سرعة قذف دايما في المرة الأولى، والمرة التانية بتكون الدنيا عنده كويسة، وإن هي ما بتوصلش للارتواء الجنسي لو كان اللقاء مرة واحدة، وبتضطر يعني إن يعني لازم يكون في لقاء تاني عشان توصل للنشوة، وان هو يعني احيانا بيكون اللقاء مره واحده فده بيسبب لها مشكله. فيعني ايه السبب وايه العلاج؟ وطبعا يعني في كتير جدا من الرجال بيبقى عندهم فارق في التوقيت الزمني بين المره الاولى والمره الثانيه، يعني مده القذف في المره الاولى بتبقى غير المره الثانيه، ده الشيء يعني الطبيعي في كتير من الناس، والفارق ده قد يكون مرعبا. يعني احنا في عندنا حالات كان بيكون يعني في مره حالتين قابلناهم هنا في المستشفى، كانت المره الاولى 20 ثانيه والمره الثانيه 40 دقيقه. طبعا فارق مرعب يعني استحق الدراسه يعني، وخد مننا وقت في تحليله يعني معنا والحمد لله. ولكن الست هي طبعا بتقول المشكله ان هي عندها سرعه قذف للزوج، وفي مره تانية هو مش عايز انها تلجا للمره التانية كل مره عشان ايه الزوج احيانا ظروفه تسمح او لا تسمح. فطبعا ببساطه هو احنا قلنا احنا مش بنقيم سرعه القذف وفقا للي موجود في الكتب، احنا قلنا ان سرعه القذف تقيم بالزمن اللازم لوصول الزوجه للنشوه، طالما ما بيوصلش معاه في المره الاولى يبقى في سرعه قذف. فطبعا هنضطر نلجا لعلاجات، يا اما طبعا في حاجات تقوم بها الزوجه، تغيير الاوضاع في العلاقه، تهيئة الجو، التكنيكات المعروفة، الحاجات اللي هي الدوائية اللي ممكن نستخدمها مصاحبة، زي مثلا السبريهات أو الكريمات، وقلنا السبري أو الكريم بيتحط عند الرجل على العضو على رأس القضيب، بخة أو نقطة أو مسح من الكريم على اليمين وعلى اليسار في آخر نقطة في رأس القضيب يمينا ويسارا، ونقطة تحت اللي هي بنسميها منطقة العرق اللي هي المنطقة دلتا اللي قلنا اللي هي اللي بتمثل النقطة جي سبوت عند الأنثى، وهي أكثر النقاط حساسية في عضو الرجل لأنها أغنى نقطة بالمستقبلات الحسية، وده كلام ثابت علميا. بنحط السبراي أو الكريم، لو سبراي بيتحط قبل العلاقة ب 30 ل 40 دقيقة، أفضل السبرايات الموجودة في البروكوميل وفي الدوز 14 وفي حاجات أخرى، يعني في حاجات كتير اللي عاوز يجرب يجرب. دي بتتحط قبلها ب 30 الى 40 دقيقة. لو هنحط كريمات يعني في كريمات زي بريدوكايين واملا، ودول بيتحطوا قبلها ب 15 الى 20 دقيقة في نفس الأماكن اللي قلنا عليها. في برضو ساعات ممكن ناخد حاجة بديلة اللي هي العلبة المثلثة جي بوكس أو ديور جوي، أو يعني ليها أسامي كتير. اللي هي دابوكسيتين، في منها 60 وفي 30، ممكن الزوج ياخد قرص او نص قرص قبلها من ساعه الى ثلاث ساعات حسب ما هو عاوز، هو بياخد ويبدا يعمل يعرف ايه بتفعله معاه امتى، قبلها بساعتين بساعه بثلاث ساعات، تختلف من رجل الى اخر. طبعا لو ما فيش الاثنين دول قلنا ممكن ياخد اللي هي الحاجات اللي هي الالفا بلوكر زي الـ اللي هو الكاردوره 2 مللي جرام او ما يماثله بلوك الفا وخلافه، يعني لها بدائل في الصيدليات. كل الحاجات دي ممكن عشان تسمح بان يبقى في زياده في الفتره الاولى، ويبقى يعني يبقى في علاقه كافيه حتى لو ما كانش في المره الثانيه، لان طبعا في ظروف العصر يعني وطبعا وجود اولاد، يعني السيدات بتقول لك ان العلاقه دلوقتي بتبقى سرقه يعني، لان الاولاد طبعا بيبقوا يعني والوضع بيبقى مختلف شويه، ما بيبقاش زي الاول اللي هم كانوا موجودين بدون اولاد يعني. وشكرا.